الاجتهاد النسوي كان محوراً للملتقى الدولي للمرأة العربية في يومه الثالث على التوالي، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة إثبات وجود المرأة في الاجتهاد النسوي بعد التهميش والتغييب الذي طالها. هي مبادرة غاية في الأهمية، لأنه من شأنها أن تسهم فعلا في التمكين الإيجابي للمرأة في مواقع مختلفة قيادية. أما عن كلمة اليوم فهي تتعلق بالاجتهاد النسوي ومفهوم الأنوثة. تعلمنا بأن الكون خلق على أساس من مبدأ الزوجية وعلى أساس من التناغم والتلابس في أدوار المرأة والرجل في هذه الحياة، ولكن للأسف الشديد ولقرون طويلة غيبت المرأة تماما من مجال الاجتهاد. ولما نقول مجال الاجتهاد لا نقصد به فقط صناعة الفتوى على أهميتها القصوى، ولكن نقصد به أيضا الإسهام في عملية صنع القرار حيثما كان هذا القرار. إيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الأفكار والتأثير في الثقافة الاجتماعية، نظم مجمع الشروق هذا الملتقى لتوعية المرأة داخل المجتمعات العربية. كلمة لجمعية العلماء المسلمين لتقوم بهذا الدور، يعني دور فعال في إشراك المرأة في المجتمع في كل المجالات، وإشراكها بدور فعال أيضا، لأنه لما تقدمي في المجتمع امرأة صالحة، امرأة تعرف الواجبات نتاعها ليس فقط لتنادي بالحقوق نتاعها، هنا حيكون مجتمع متوازن. الملتقى هو الأول من نوعه في الوطن العربي، يعالج قضايا المرأة بانتصاراتها وانكساراتها، ويقف أمام جميع همومها وانشغالاتها. وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى على هذا المستوى الرفيع، وأتقدم بخلص الشكر والتقدير لقناة الشروق التي استضافتني في هذه الدقائق القليلة لكي أسعد وأشرف بها وبإلقاء كلمتي هذه، وأتمنى للجميع كل التوفيق وكل السداد. الدورة التكوينية للمرأة القائدة، أنا أتمنى أن أتمنى من كل قلبي أن تتكرر مثل هذه الملتقيات وبهذه القامات الموجودة في الجزائر أو في العالم العربي لمزيد لتعميم الفائدة والمعرفة. فأنا أظن بأنه هذا الملتقى كان حقق ما مبتغاه إن شاء الله، وسوف يخرج إن شاء الله بتوصيات رائعة ومفيدة ورائدة إن شاء الله، وسوف يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في القريب. وتبقى مثل هذه الملتقيات فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وتفعيل دور المرأة.